مساكم الله بالخير. احنا اليوم في مركز الكويت للتوحد، دعونا واحنا لبينا الدعوه وقلنا نسوي لهم نقصتنا، نقصه رمضان حق مركز الكويت للتوحد. وعندي ما قصروا البنيات عسى عمرهم طويل اللي هم المشرفات عندكم هنا او المدرسات او انتم الابلات احنا نقول عدل اللي مسؤولين عن الاطفال اللي فيهم التوحد والشباب اللي موجودين، فاستضافه وهالوجه السمح الرحب عسى الله يعطيكم الصحه والعافيه. وياك ان شاء الله. شرف فيهم الاخت شيخ الصبيحي والاخت خزن الحضرمي. خزن الحضرمي حياكم الله. بس بناخذ فكره عن مركزكم، شنو هو وشنو هو يعني فكره موجزه. حياكم الله كلكم حضرتك وكل العاملين في هالبرنامج. الله يسلمك. احنا بمركز الكويت للتوحد، هذا مركز انساني كويتي نفخر فيه كلنا. تاسس 94 مبنى صغير. الان تشوفون ما شاء الله هالمبنى الكبير. اي والله من لا ومن متبرعين كويتيين، فيعني هم نفتخر اكبر واكبر. نخدم هالعيال اللي مستويات مختلفه من التوحد، هدفنا ان احنا نوصلهم بطريقه يتواصلون فيها معاك ومعانا ومع المجتمع. هذا بشكل مختصر شنو هو التوحد. ما لكم الا اجر في هذا. لكن هذا المكان يعتبر مكان وقف خيري باقي ان شاء الله للمستقبل، وفكره مختلفه عن ونشجع الناس على التبرع لهذا المكان. ومثل ما انتم شايفين اسامي كل المتبرعين. وانا اقول لكم اللي بيتبرع بدل لا ترشونهم برا ديرتنا اولى، هذا لعيالنا. عسى الله يحفظ عيالكم ان شاء الله جميع يا رب العالمين. امين الله يسلمك. وباختصار يمكن استاذ خزنة تعرف لك عن التوحد باختصار شنو هو ببساطه ان شاء الله. اولا حياكم الله ومشكورين على وجودكم وبرنامجكم ما شاء الله يعني مشاهد من قبل كل الشرائح. جزاك الله خير. الحمد لله. فيشرفنا فعلا وجودكم معنا. انا اللي تشرفت فيكم وما قصرتوا. والحين قبل لا احمس البصل واسوي لكم اللويا اللي انا بروح بكم تروح من هناك لان وراكم طلبه. ان شاء الله. حياكم الله وخذوا مشكورين. حياكم الله. اهلا وسهلا يا اهلا. حبايبنا اليوم احنا في مركز التوحد، شوفوني انا ترى بالصدفه لبست برتقالي وهذا الباج مالهم طلع نفس اللون، يعني سبحان الله شلون انا ولا كنت حاسب لها حساب، البرتقالي وداير ما داير دشيت انا اقول معقول هذا هو. المهم ما ابي اكثر عليكم السوالف، طبختنا اليوم خفيفه ظريفه تقدر اي ربة بيت او اي واحد يسويها في البيت. هي الكشري، كشري مو اي كشري، كشري القصار. كشري القصار لازم يكون فيه النكهة مالت القصار، لازم الشغل القصار شو يسوي. فإحنا اليوم الكشري مالنا راح نسويه على لحم وعلى دياي، مو كشري أرديحي، يعني من أكلة على قولتهم شعبية إلى أكلة متطورة شوية. بس خلكم وياي الحين بجهز المكونات وأرد لكم مرة ثانية. الكشري كلكم عارفين مقاديره، عيش وعدس عدل على قولتهم عدس بجبة ومعكرونة وشوية شعرية. قلت لكم اليوم طبختنا كشري، كشري القصار. ايش راح نستخدم؟ نولع الجذور، نبي احنا الدهن يكون شوية حار، فبنستخدم انا هي نفس الطبخة بس على جدرين، واحدة باللحم واحدة بالدجاج. أو الدياي على قولتنا هالكويت. شوية زيت بس يحمى، وشوية زيت هني. بس ننطر شويه الدهن يحمى، بننزل فيه البصل عشان نحمره. ننزل البصل هني. هذا الجدر مال على قولتهم الستيمر ياخذ وقت لما يحمر البصل فيه، فلازم نغطيه عشان نسمع بس التشتيشة عقب. بس يبتدي يشتغل ارجع لكم مره ثانيه. شفت البصل قاعد يشوقر شوي شوي، انا عاد ما احب ريحه البصل بروحه، فعلى طول شحط شويه بهار اللي هو بهاره شنو هو؟ كزبره، فلفل اسود وكمون، واذا تزيدون من بهار البيت شويه. طبعا لازم شويه ملح. انا كل جدر مخلي غراضه بروحه عشان تطلع ريحه الحمسه عدله. الحين بينت ريحه الحمسه حلوه. كزبر، كمون، فلفل اسود، بهار البيت، شويه ملح. تالي برد احطها كلها فوق المجموعه اللي هني. من نشم ريحه الحمسه طلعت معناتها
ننزل الحين اغراضنا اللي بنحطها عليه، واحد لحم وواحد دياي. وانا عشان اسرع بالطريقه فانا فايح الدياي من قبل وحامس للحمى عشان ما بيها تاخذ وقت عليكم، هي وقت طويل. وعندي كماري منقعت للعيش ما قصرت هي والبنات، فمذهبين كل شيء. وعندنا اهل الدير بنسوي فيه الدقه على طريقتي انا، مو طريقه مصر، طريقتي انا. اليوم الكشري مصري كويتي. كشري ملوكي على الأرض. شوفوا تحمر. هذا بنحط فيه الدياي. وهذا بنحط فيه اللحم. حركة شوي. وهذا بنحركه بعد الحمسة شوي. وش بنزيده؟ بنزيده من البصل المقلي. وهذا نفس الشيء من البصل المقلي. وهذا البصل المجفف بعد نفس الشيء. خلطة. هي طبخة بسيطة يعني، حتى الواحد أي مكان، بأي مكان جدر واحد تستوي كلها. خاصة الدياي إذا كان مقطع صغار وصدور بسرعة ينضج ما ياخذ وقت. كمل عليه باجي بهارة. هني نكمل عليه باجي، بس أنا عندي كمية زود من الدياي ودي أسويها كلها. وين الدياي الزيادة؟ كافي. بعدين أشيل منه حق الحشوة. اللحم شايلين منه أوريدي. ننطر عليه بس شويه ياخذ الطعم. نعطيه باجي ملحته. في مكعبات النكهه اللي يحب يضيفهم يضيفهم، واللي ما يحب على راحته. انا احب اضيف مكعبين بس ابي انطر شويه. احمي الدياي هني على كتر. قبل لا اضيف الماي بعدين بخف الدياي. ننتظر 5 دقائق ونرد نرد لكم مره ثانيه. بنخف بس من الحشوه هذه عشان نويه فيها عقب، اما حشوه اللحم فاحنا مخلين لحم محموس حق التويه عقب عشان يصير مثل الليدام، ونخلي شويه ببطنه. مثل ما خلينا هني نفس الكميه تقريبا، هذا بيصير حق فوق، هذا نغطي ونشيله. ونجيب عيشنا، او قبل لا نحط العيش بنحط الشعريه. عندنا الشعريه محمره شوفوها، نحطها هني عشان تختلط وياه وتستوي نفس الوقت. حق الجدرين ونزيد كميه البصل اللي بنخلطها مع العيش. هو اللي يعطي النكهه في الكشري. بعدين بحط العيش. تالي بضيف المعكرونه اللي مسلوقه نص سلقه. تالي يبا. اعطيني الجدر اعطيني العيش الثاني. حركه شويه بس عشان ما يتلصق. ابي ازود شويه دهنه لانه راحت مع الحشوه اللي مساء. وهذا نفس الشيء. هذا العيش الثاني نفس الشيء نزله هني. ونفره بعد نفس الشيء مع اللحم. بالتالي بنضيف له العدس العدل والمعكروني، ويعتبر الكشري كذي تقريبا ذاهب. بس الحين هذه الطرق اللي سويناها فيه اللي هي مالت السرعه،
ولازم تفرقونه عشان لا يتلصق عليكم العيش. اغلب الناس يسوون الكشري او هو اساسا من ديرته في العيش المصري، بعضهم يستخدم العيش الامريكي، بس كله لذيذ. احنا لان اليوم كشري القصار فهو بعيش كويتي. ايه على طول الحين الماي الحار، بسم الله. طبعا ياخذ تقريبا ملة وشوي لان باقي المكونات هي اساسا مسلوقة. انتم تدرون الصدفة الغريبة ان اليوم احنا في هذا الشهر هو شهر التوحد، فشهر ابريل هو شهر التوحد العالمي، و2 ابريل هو يوم التوحد العالمي. فيعني شوف شلون الصدفة الغريبة، واللباس برتقالي نفس شعارهم اللي انا لابسه، ونفس الشهر اللي هما يحتفلون فيه او يعني يحاولون يذكرون لوادم في عيالنا اللي صار فيهم هذا الشيء، ويحاول شلون نتفاهم وياهم وشلون نخليهم يردون الى مستواهم الطبيعي اللي احنا نقدر نتفاهم وياهم فيه. ننطر شوي يطبخ ونرد لكم بعد شوي. هذا شفنا العيش صار نص استوى الحين، اضيف له بس شويه ملح حركه قبل لا يستوي مره واحده. عندي المكرونه نص مسلوقه واضيفها هني وياه. هي تقريبا والباقي هني. اعطيني المكرونه الثانيه عشان تكمل سواها مع الرز. واساس الكشري اللي هو العدس بجبه على قولتهم، هم نحطه هني زياده وهني زياده. هات شوفه بصل، لازم هذا البصل هو اللي يطلع له الطعم كله يا جماعة. مين نخلطه نخليه يكمل سواه كله مع بعض. هذه الكشري اللي في دياي. وهذا كشري اللي فيه اللحم المفروم. شوفوا على ما يتسكر بنادي المشرفات الفاضلات اللي كانوا موجودين نسولف وياهم شوية عن الدار وعن شو يحبون الأطفال وشنو ميولهم شنو، وناخذ شوية عن بس معنى التوحد. احنا الوادم كلها تسمع توحد توحد، ما يدرون، ما عندهم سالفه، ما يدرون شنو السالفه عنه. فبنحاول نوضح لهم بس السالفه. نادوهم لي عشان ناخذ وياهم سالفه على ما يتسكر، بعدين نسوي الدقه اللي هي التقوس على قولتها الكويت. الحين ناخذ بريك على ما يتسكر العيش وننادي المشرفات ويانا. على ما تسكر وجبتنا بعدين بنسوي الدقة حقها. يوني الأخوات الله يطول أعمارهم، ونسولف شوية عن أكل أهل اللي فيهم التوحد. في لهم أكل معين، أو الآن مثل اليوم سويت كشري، في لحم وفي دياي وفي بقوليات وفي بروتين اللي هم سوري في نشويات اللي هو العيش وياهم. فهل هذا مناسب لهم ولا هم في لهم أكل معين لازم يأكلونه؟ هو بالنسبة لأكلهم طبعا حالهم حال أي إنسان عادي، طبيعي. يأكلون أي شيء، نعم. اللهم إلا البعض منهم يكون في عنده حساسية، والحساسية أيضا موجودة عند كل الناس، عند كل الناس، فبس نعم. يتم التعامل مع الشغلة هذه على أنها حساسية. إننا عندنا من عيال ناس من اللي عليهم يعني فيهم بعد من هذا المرض اللي هو التوحد.
فبعضهم يصير هايبر وايد لما نعطيه مثل نوع من انواع الحلو ويصرون انه بياخذونه فيصير وايد وايد متفاعل يعني. فتدرين طفل تمنعه عن السويت يصير عنده، فشو نقدر نعوضه؟ نعطيه عن هذا يعني نقص عليه على اساس انه ما ياخذ الشوكلت. لا احنا ما نقص عليه، احنا الكميه اللي ياخذها بدل ما تكون كبيره نجزئها. الحين الحمد لله بالجمعيات اكو كاكاو صار هالكبير. اي صح. فتعطيه هذا بدل ما تعطي الكاكاو العود، وفي هالحاله تقلل الكميه. هو ترى انا يعني وياكم يعني اللي عيالهم بسم الله عليكم على من سمع اللي فيهم هذا الشيء يمرون في مراحل صدق، انما احنا ياهل وعيد ميلاد وكيك وحلاو وكل شيء موجود قدامه وتقول له لا بابا بس انتهى هذا الكبر، فيحز بنفسه. فواحد من الدكاتره قال اعطوهم الفواكه المجففه بعض الناس يعني تكون حتى اخف وقعها كبديل. اي كبديل من هذا، وصدق دربناهم ياكلون المشمش اليابس التين اليابس او شيء، وقمنا لان احنا قمنا نحطه قدامنا وهذا صار السناك هو كله بالتعود. اي فخفينا من الشوكلت شويه. أيوة. ردينا على هذا. وما ادري اذا في شيء ثاني تنصحون الاهالي في اللي فيهم عيالهم في هالتوحد. هو مثل ما قلت لك هو بالتعود تقدر تعلم البني ادم على اي شيء. نعم. على اكله تقلل الكميه تغير النوعيه على التعود وعلى حسب شنو متاح عندك في البيت، لكن نعم. احنا دائما نقول عاملوهم على انهم ناس عاديين. اكيد والكاكاو موجود في كل مكان، مو هالمشكله. يوم تدخل الجمعيه وما شاء الله الارفف عامره. نعم. فانت ايضا راح تعلمه ان هذا اي هذا لا، هي كلها على التعود. على التعود. اي نعم. شلون تغير ديفلوب ذا تيست، تغير من هذا لهذا. أيوة. أيوة. المهم ما قصرتوا وانتم ما قصرتوا. يسلمك. عندك بعد شيء بتضيفينه؟ انا بس اقول لكم اعطينكم العيال ان شاء الله اللي خلصتوا ياخذون قصتكم ان شاء الله، نصور صوره حلوه وياهم، ودعوه ان شاء الله لكل اللي يشوفنا بهالبرنامج انه يدعو لهم ويتبرع لوقفيتهم اللي اتهم ان شاء الله وياهم. الله يسلمك. احنا ندعوهم بعد الكل والجميع، هذول عيالنا وهم المستقبل، ونبيهم يصيرون يعني انا لاني شفت وايد من العيال عندهم جهه معينه متميزين. وايد متميزين فيها. صحيح. يعني بالحساب بالكمبيوتر في شيء يعني كنت اتفاجئ، يعني انا كنت فاكر انه خلاص هذا احنا نقول قبل مسبح ما يدش السالفه، لكن لا اسم الله عليهم في نواحي عندهم متميزين فيها. صحيح. العموم مشكورين. حياك الله. نسوي شغلنا. حياك الله. ارد لكم بعد شوي باذن الله. ردينا مره ثانيه جديراتنا، شوفوهم ها انتفش ما شاء الله. الكشري هذا اللي على دياي، وهذا الثاني اللي على لحم بعد انتفش حلوة. والحين بنسوي الدعاء على طريقتي أنا ما تحد هذا شغل هالمصر، بس أنا أسويها كذي. عندي الزيت حامي على طول أنزل فيه كزبرة والكمون والثوم، هذه الكمون كزبرة وفلفل حامي والثوم وشوية ملح خفيف، وخليها بس تطلع ريحتها على قولتكم مثل التقلية. ايوه بس هذا جدرنا، شوف لازم تمسكه لانه صغيرون وهي ما يبي لها ثقل، عشان ننطر ريحتها بس تطلع. لما تطلع ريحتها نضيف لها، كل بيت بالكويت يسوون دقوس الطماط، ما في اي شيء زود، اللي هو طماط ومعجون وفص ثوم وشويه ملح مطحون ولا مهروس على كيف. احنا مسوين دقوس، بس هذه الدقه اللي هي تصلح مع الكشري فبنسويها قدامكم. شوفوا شلون تطابخ، بس تطلع ريحتها بسم الله على طول نغرف من ال تطلع ريحتها. وبعدين ابي الخل، عاد ليش ما فتحته؟ شوية خل بس، وانتو تحطون التحبيشة اللي انتو تبونها، هذا الدقوس الطماط فوقها. عاد والله يبعد تدرون صج انا ماني مستحي منكم، انا سالفة اشيل كذي قفشة قفشة واغرف ما اعرف، لازم كذي ها وها فوقها، وتنطرها تغلي عقب تذوق ملحتها، اذا تبي ملحه ولا تبي زي زود زودها. ننطرها لين تغلي عدل وعقب نبتدي بالنشاب، خلاص هذه الدقه خلصت، ما فيها اي شيء ثاني. ناس يسوون لها طشه من فوقها، ناس يرضون لها شويه فلفل اسود، انا كله حطيت نعيم وطلعت ريحته وقضى الله اللازم.
نرد لكم حق النكاب. أكلنا جهز الحين بس بننشبه هذا الكشري. شوفوا مفتلش حلوة بنفس الجدر، لا يبي له لوية ولا يبي له أذية. هذا اللي على دياي، الحين بنحط إدامة فوقه. بسم الله. ما شاء الله والله الجدر شيل، لا إله إلا الله، خير من الله فيه. شوفوا قطع الدياي داخله شلون شحلوها. اوه يا حمود الحكوك. هالجذور تونسني انا، ليش؟ انا اطلع الحكوك عجيبه. شوفوا عجبه. ها وين بيزنا يا كماري؟ عندي هذا البصل، عندي البطاطا، لازم بيت القصر لازم في بطاطا الأكل. خضروات هني لازم اللون الأورنج اللي هو لون توحد. Thank you.
اكلنا ذهب الكشري، سوينا كشري باللحم، كشري بالدياي، ويابوا لي هالهديه الحلوه هذه من انتاجهم شغلهم. هذا شوف الغلاف مسوينا ريسايكل من جميع انواع الصحف، بدل ما تنقط مسوينا ريسايكل، وهالمفكره الحلوه ما قصرتوا. الحين بقول لهم تفضلون عشان يذوقون اكلنا، وهذه نقصتهم حق عيالنا في مركز التوحد. حياكم الله. لا من هني من هني من خالد من وراء من هني هم جايين. حياكم الله، يا هلا وسهلا، شلونكم؟ زينين؟ ها تبون تاكلون؟ ها حبيبتي يلا تعالي تعالي وياي، تعالي وياي، حياكم عشان انتم. حياكم الله، ها حياك الله حبيبي، عليكم السلام، يا هلا، عليكم السلام، هلا وسهلا، هلا يلا يلا عافية، حياكم الله حبايبي، يا هلا وسهلا، حياكم الله، هلا حبيبي، هلا وسهلا، حياكم الله، يا هلا فيكم، هلا يلا عاد سكبوا لهم، هلا هلا حبيبي، هلا فيك، هلا عليك السلام، هلا سليمان، اسمي خالد كندري، حياك الله يا خالد، يلا حطي لهم، خلي ياكلون، حطي لهم، يلا حطيهم، هذا في فلفل وهذا من غير، انا حطيت في هذا يبين وهذا من غير فلفل، لا سوري هذا الفلفل هذا من غير، ان شاء الله يلا، هذا على دياي اللي يحب الدياي، وهذا على لحم اللي يحب اللحم، اي خليه يذوقون. حياكم الله والساعة ألف مباركة.